السلام عليكم. أمينة في غادية. غادية إن شاء الله أنا مصميز. لاش؟ غادية نطحن الزيت. غادي تطحني الزيت في المعصرة؟ في المعصرة إن شاء الله. تا أنت غاتطحن الزيت؟ لا أنا ودي جريح كان. أنت غاتطحن القرقاع؟ أنا غنمشي نجيب لكم القرقاع ويعطيني الزيت. أي نعم. يلاه نجي. لا زيت لا والو. لا عليكم الله جيني حقي. دابا انت غتحل القرقع ياك انت غتحل القرقع اه انا تاع عندك القرقع باسي عبد الرحيم معطوك مرحبا بك غادي نعطيوك الزيت صافي الله يسلمك بس تاع البرد هذا وتستناوكم بخير دير بيصاره وخوي عليها الزيت الزيت اذا ما كاين ما كاين والو ضروري الزيت ضروري كريمه انا ما نصبط على زيت العود يلا مزيان المهم الزيت راه كنصبوا بها وكناكلوها مع الصباح ضروري الزيت العود زيت العود صحيه نصبوا بها ضروري ناكلوها صحيه صحيه وزوينه دابا غادي تطحني لينا الزيت مزيان الله حكيمي امينه صافي نحكتي فين جيتي المعصرة ها وصلتي بيت كادي الزيت يلا مرحبا بك هاهي الزيت بارك الله مازال ما ساسيش عاد باقي ما تساس واخا رقيقه فيه الزيت زوين مالك في يديك وضرني فدعتي راه هي المعصره راه هي شفتي تبارك الله انت شفتي تبارك الله المعصره تاع الزيت راه هكا تيخليوها باش يطحنوها هذه زوينه ان شاء الله ولكن راه رقيقه ايوا واخا رقيقه زوينه جينا بغينا نطحنوا الزيت شرينا حبوب وغادي نطحنوها ونشوفوا ما شاء الله عطا الله هنايا هنايا الفيرما ها الفيرما ها الفيرما هاي هادي هادي غليظه هادي 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 غليظه وسمحيني الصداع ديال الماكينه ما كتسمع هادي الزيت تاع الواد دابا راه تيطحنوا بها اه زوينه
الجام الشريج هذا هو البرتقال المرجان تحوش البرتقال هو نيت هذا انت قاعد عينيك انا كتقطر الزيت وكيتخوى المرجان هنايا شتي الزيت تبارك الله شوفي الطبيعه شوفي تبارك الله ما شاء الله هذه هي الحياه فيدوا عليا بالعك باقي الحال فين غادي سيداس غادي الجبال والله يهضر غادي على دوك الناس وضروري بالله هيا مينا بغات تمشي معاك يلا مينا مينا سيري معاك سيري لا سيري مع عبد الرحيم لا ما بغيتيش الجبال خفتي عاوتاني الله عند الجبال والله يهضر قاعدين احنا عبد الرحيم مينا كتبغي تزيد انا غنمشي عليه الحال غادي يزيد حتى الحياه قصيره ياك يلا دابا نشوفوا نسيت عليها مسكينه يلا دابا ما عنديش معاه ولكن هي السلام ما عندك معاه راه البيو البيو قال لك ما عندك احنا مع الطبيعه احنا عايشين مع الطبيعه والبيو ما كاين غير دابا دي الزيت وجيب القرقع الميز وا شوف انا القرقع المقبل كيف ما كتشوفوا معانا شوفوا كيفاش كيخدموا هاد الزيت هادي وكيفاش كيدادوها بهاد الطريقة وهانتوما ما شاء الله شوفوا الزيت ديالنا تبارك الله شوفوا جديدة وطبيعية 100% وبطريقة عطرية هادي هاد الآلة هادي بدون تعب كتخدم غير الضو وغزالة واللي بغا الزيت يقولها لنا في الكومنتار نشوفو ليه السيد راه هو كيتكلف بكل شيء كتقولي شحال بغيتي وكيطحن عليك وكل شيء
أمينة شنو تديري أمينة؟ مزيان أشنا تحرطي؟ نحرط الزرع القمح ولا الشعير؟ وسيري وركي عليه بسم الله قلتي كاع بسم الله إرا 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 بريك إرا بريك هو هذاك ما فهمشني كاع أنت إرا بريك شتي هادي ولا انت بنت الحرفه انا راه تنحرط هيا 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 والله انت انت بنت الحرفه يا كريمه سير يا الله راه بغيتي تدوريه دوري يا حمار وقفي انت وحمارك وقفي هاهي الطبيعه دا الزيتون هنا هنا بارد ها الزيتون تبارك الله تبارك الله غير زرت الزيتون